مشاهدينا في الحلقة في الفقرة المميزة اللي هيكون فيها الدكتور محمد محفوظ وكيل كلية الإعلام والتكنولوجيا والاتصال الدراسات العليا. أهلا وسهلا بكم. بس قبل ما أبدأ الدكتور معاك أحب أقدم تعازي الخاص وتعازي كل الإعلاميين للإعلامي الروح العدلي رضا مستشار الإعلام بوزارة التعليم العالي. دكتور محفوظ ممكن أعرف من حضرتك تكلمنا عن حفل التكريم؟ والله كان النهارده في حفل تكريم خاص بنهايه السنه الدراسيه او العام الدراسي الجامعي بالنسبه لرعايه الشباب. كان يوم جميل شارك كل الطلاب من خلال الانشطه المتعدده التي عقدت خلال العام الحالي. طبعا كليه الاعلام الان افتتاحات نشاطها واضح وطبعا يعني رغم الفتره الوليده لكليه الاعلام هي بضعه اشهر قليله، لكن صراحة من خلال الخطة الاستراتيجية ومن خلال العديد من الأنشطة الشبابية والأنشطة الرياضية والأنشطة الثقافية التي عقدت داخل الكلية، طبعا اتحاد الكلية لنا اهتمامنا الأساسي صراحة بالشباب. طبعا زي ما كلنا عارفين إن في وفد من كلية إعلام وقسم إعلام سافر لقناة السويس وبإذن الله هيسجل هناك ويشرفنا بإذن الله. عايزة أعرف وجهة نظر حضرتك في السفرية دي. طبعا بدون شك يعني كون تشارك جامعه جنوب الوادي بقياده الاستاذ الدكتور عباس منصور رئيس الجامعه، وايضا من خلال مشاركه الاستاذ الدكتور عبد العزيز السيد عميد الكليه وطلاب وطالبات كليه الاعلام وجامعه جنوب الوادي في زياره قناه السويس، فدي طبعا حاجه كويسه وحدث مهم جدا، لان احنا كلنا يا جماعه لازم يكون في انتماء لبلدنا، لازم نحب بلدنا، ولازم الشباب يكونوا مشاركين في كل الاحداث. ممكن القياده السياسيه كلها صراحه تقول يلا يا شباب اشتغلوا، يلا يا شباب انطلقوا، فما فيش قيود وما فيش اي شيء الا من خلال انطلاق الشباب صراحه يعني. تمام، احب اخذ رايك في قناه السويس كانت بقيت مصريه خالص. طبعا دي حاجه انجاز صراحه، كون يتم هذا التفكير والتخطيط والتنفيذ ويتم تقريبا من الانتهاء من القناه من تقريبا حوالي 90 او اكثر من 90% تم الانتهاء منه، فده يعتبر حدث عظيم بمعنى الكلمه. حدث كويس جدا وحيكون اضافه اقتصاديه اضافه علميه بالنسبه لمصر ان شاء الله، ويا جماعه الخير قادم باذن الله، يعني الخير قادم ان شاء الله. نرجع تاني لكليه الاعلام، ممكن نعرف خطه تطوير الكليه من خلال القسم من خلال الدراسات العليا؟ طبعا بدون شك انا يعني تشرفت بتشريف الاستاذ الدكتور عباس منصور بتكليفي وكيلا للكليه لشؤون التعليم وكيلا لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وده شرف كبير ليا. وطبعا واحنا الان في خطه اعداد خطه استراتيجيه لتطوير الدراسات العليا، وهنعد لائحه جديده ان شاء الله بالنسبه لكليه الاعلام والتكنولوجيا الاتصال، وهتكون على نظام الساعات المعتمده، يكون هذا النظام من خلال الساعات المعتملة، وهتغطي كل الأقسام الخاصة بالكلية سواء كان تخصص العلاقات العامة أو تخصص الصحافة أو الإذاعة والتلفزيون أو النشر الإلكتروني، وإن شاء الله هننتهي قريبا من إعداد هذه الخطة. دكتور محمد عايزين نعرف منك الأفاق المستقبلية والاستراتيجية لكلية الإعلام وبالأخص طبعا بدون شك في افاق مستقبليه باذن الله وفي رؤيه استراتيجيه، يعني احنا بنفكر الان ان شاء الله هنطلع مجله خاصه بالبحوث الاعلاميه، مجله محكمه، مجله علميه تحاكي او تتقابل مع المجلات العلميه الموجوده في المنطقه العربيه وخاصه المجلات المتخصصه، يعني زي مجله البحوث الراي العام، المجله المصير لبحوث الاعلام. ان شاء الله باذن الله احنا بصدد الان تشكيل او الموافقه على اصدار مجله علميه محكمه تتناول كل البحوث الخاصه بالدراسات الاعلاميه سواء على مستوى التخصص او الدراسات الخاصه بالجمهور بشكل عام. طب المجله دي هيشارك فيها الطلاب؟ لا، هي مجله علميه متخصصه خاصه بالترقيه، يعني ترقيه اعضاء التدريس من يعني من مدرس الى استاذ مساعد ومن استاذ مساعد الى استاذ دكتور، فهي مجله نوعيه شويه، فمجله متخصصه خاصه بالبحوث الترقيه. لكن بالنسبه للشباب يعني احنا عندنا خطه بننشر العديد من النشرات الاعلاميه، العديد من المجلات الاعلاميه بيشاركوا فيها الطلاب، طبعا طلاب الاعلام سواء في الفرقه الاولى او الفرقه الثانيه او الثالثه او الرابعه، فالجميع الشباب صراحه مدعو للمشاركه في هذه الانشطه الموجوده داخل كليه الاعلام. طب بالنسبه للانشطه الطلابيه مفيش خطه مستقبليه حاجه تستعمل؟ لا، بدون شك طبعا في رؤيه مستقبليه وفي استراتيجيه مستقبليه بالنسبه لتطوير خطه الشباب او الانشطه الشبابيه، يعني مثلا النهارده كان من خلال حفل التكريم الشباب المتميزين من خلال انشطه رياضيه
خلال الأنشطة الثقافية، من خلال الأنشطة الدينية، من خلال المعسكر التشجير اللي عملوه الشباب صراحة، الشباب الكلية، من خلال تشجير كل النواحي الخاصة بكلية الإعلام أو المنطقة المحيطة بها. طبعاً بدون شك إحنا في رؤية استراتيجية طبعاً، يعني كل فترة بتبقى في خطة استراتيجية وبتم تطوير هذه الخطة بما يتوافق ويتطلب مع احتياجات الطلاب والرؤية المستقبلية بالنسبة لهم. عايزين رسالة وكلمة لأبناء كلية الإعلام. يعني طبعا أنا بدعو وبوجه رسالة لكل الشباب ولكل الطلاب المفروض يشاركوا في النشاط. يعني أنا صراحة بستغرب ليش الشباب عازف عن النشاط، يعني في نسبة قليلة صراحة الآن، لكن أنا بوجه رسالة لكل الشباب وكلية الآداب، كلية الإعلام، شباب بشكل عام على مستوى جامعة جنوب الوادي، دورة المشاركة في الأنشطة وخاصة من الجامعة لا تألو جهدا في توفير كل الإمكانيات الخاصة بالشباب. يا شباب انطلق، يعني مصر هي شباب، فلو الشباب يعني طبعا في نوع من المشاركة الإيجابية بدون شك هتكون الأمور أفضل بكثير خالص. ولذلك أنا بوجه رسالة لجميع الشباب بضرورة المشاركة في الأنشطة التي تقام داخل الجامعة. شكرا جزيلا. وبكده أعزائي المشاهدين وصلنا معاكم لنهاية يومنا النهاردة اللي كان مليء وحافل بالفقرات المتميزة، وكان معانا فيها المهندس محمود عبد الخالق نائب مشروع نظم المعلومات الإدارية، واللي كلمنا عن دور المركز وأهدافه وأهميته والخدمات اللي بيقدمها للطلاب وأعضاء هيئة التدريس. وزي ما شفنا معاكم الفقرة التالية كان فيها الأستاذ الطيب محمود عبد الله مدير إدارة النشاط الاجتماعي ومعسكر والرحلات بالإدارة العامة ورعاية الشباب، واللي عرفنا إيه دور النشاط الاجتماعي وأقسامه والجوائز اللي حصل عليها هذا النشاط. وبعد كده شفنا معاكم المهندسة فاطمة أحمد إبراهيم مدير عام المنطقة الصناعية بقف وعضو بفرع المجلس القومي للمرأة بقنم، واللي شفنا معاها أوجه التعاون بين المحافظة وجامعة جنوب الوادي، والتعاون بين المحافظة والجامعة لتنمية المجتمع والتطوير بيه والنهوض بيه بالذات في الإقليم الصعيدي. وكمان كان معانا زي ما شفتوا معانا في آخر فقرات معانا كان الدكتور محمد محفوظ، وزي ما شفتوا معانا تابعتونا. يعني شكرا جزيلا لكم صراحة إن هذا الجهد المتميز للقناة والجميع، يعني مش عايز اقول ان كل اقسام الاعلام على مستوى الجمهوريه بتتحدث عن هذه القناه المتميزه. هذا الجهد الغير عادي صراحه، وراء هذا الجهد في كتيبه متميزه، كتيبه على مستوى الاداره، كتيبه على مستوى العمل الاعلامي، كتيبه على مستوى الاعداد، كتيبه على مستوى التخطيط. فصراحه انا احييكم واحيي من قلبي طبعا كل الانشطه اللي بتعملوها صراحه داخل جامعه جنوب الوادي. ولذلك اتمنى هذه القناه تتوسع ويكون لها بس موجود بس مباشر على القمر الصناعي المصري، وكده احنا بنحلم بهذه الخطوه صراحه، وخاصه بعد هذا النجاح اللي انت عملته رغم انه فتره وجيزه، يعني فتره اسابيع قليله محدوده، لكن فعلا اثبتت النجاح. وجميع اساتذه الاعلام يتحدثوا عن هذه التجربه المتميزه، التجربه الناجحه. فعلا يا دكتور بنضم صوتنا لصوتك، بندعو لتطوير القناه وبنساعد على تطوير اكثر واكثر. وبكده مشاهدينا خلص يومنا النهارده، استنونا في يوم جديد وبدايه جديده. قناه اس في تي بنعملكم صباح الخير يا جماعه.